السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أخبار الثقافة والبداية مع أبرز العناوين. جامعة سلطان قابوس تعلن تفاصيل الموسم الثقافي 2021-2022. الأمم المتحدة تحذر من استمرار النمو الحاد للتلوث البلاستيكي في حلول عام 2030. بيع أعمال لبابلو بيكاسو بأكثر من 100 مليون دولار. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، توجه معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لترأس وفد السلطنة المشارك في حفل إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الاثنين الموافق 25 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن تجمع قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر قادة بارزين من المنطقة والعالم بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة. وتهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إلى مكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط وتعزيز الاستثمار ونقل المعرفة لمواجهة التحديات. أعلنت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية عن تفاصيل الموسم الثقافي للعام 2021-2022 الذي سيبدأ في الأول من شهر نوفمبر المقبل. الموسم الحالي يعمل على استقطاب التنوع الثقافي المحلي والعربي في مجالات الثقافة والفكر والفنون على كافة الأصعدة. كما سيشمل الموسم الثقافي معرضا للكتاب وتوقيع إصدارات جديدة بالجامعة بالإضافة لعدة ندوات وحلقات ثقافية. تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال بالأسبوع العالمي للرعاية التنفسية الذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام. تم خلال الاحتفال تكريم أخصائي رعاية التنفسية لجهودهم المبذولة في العمل سواء سابقا أو خلال جائحة كورونا. الأمل والقوة والمرونة هي مبادئهم التي يعبرون بها مراحل الصعاب، وهم يتابعون مرضاهم في أقسام العناية المركزة والفائقة والطوارئ. أخصائيو الرعاية التنفسية، جهود استثنائية بذلت في جائحة كورونا حق الاحتفاء بها في الأسبوع العالمي للرعاية التنفسية. نحتفل سنويا بالأسبوع العالمي للرعاية التنفسية، وذلك تحفيزا للجهود المبذولة من أخصائي الرعاية التنفسية، وخصوصا في جائحة كوفيد، والذي أثبتوا جدارتهم في التصدي لها ورغم الظروف الاجتماعية والنفسية والتعرض للعدوى. مشاركة سلطنة عمان دول العالم الاحتفال بالأسبوع العالمي للرعاية التنفسية ركزت على التعريف ببدايات تفعيل هذا التخصص في المستشفيات وافتتاح معرض توعوي يعرف بأدوار أخصائيي الرعاية التنفسية من أول زيارة للمريض، وتكريم المؤسسات الداعمة لأدوار هذا التخصص عاكسة اللحمة الوطنية في تطوير المهنة وتعزيزها نحو النجاح والتقدم. أهداف الاحتفال اليوم هو تكريم وتقدير لنا للمجهود الذي بذلناه في خلال السنوات الصارمة، السنة الماضية وهذه السنة، وإن شاء الله تكون الاحتفال بنهاية الجائحة. جائحة كورونا كانت التحدي الأكبر لأخصائيي الرعاية التنفسية، عززت أهمية هذا التخصص ودوره الكبير في تحسين جودة العناية المقدمة للمرضى، خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل أو بآخر على أجهزة التنفس الاصطناعي. دور أخصائي رعاية تنفسية دور مهم جدا وحيوي، وتجلى هذا الدور بشكل كبير في ظل جائحة كورونا. أدوارهم كثيرة ومتعددة، تمتد من بداية استقبال المريض وتشخيص الحالات وإجراء الفحوصات، ومن ثم العناية السريرية يتبعها العلاج التأهيلي.
أخصائيو الرعاية التنفسية كحال الكثير من الكوادر الصحية بمختلف تخصصاتها كانت خط الدفاع الأول في مجابهة فيروس كورونا، والاحتفاء بهم إنما هو دعوة للتوسع في تأهيل الكوادر العاملة بهذا المجال مهنياً وأكاديمياً. حذرت الأمم المتحدة من استمرار النمو الحاد للتلوث البلاستيكي في المحيطات والمسطحات المائية الأخرى بحلول عام 2030. هذه التحذيرات جاءت بعد تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أكد أن العالم أمام مشكلات مناخية مزمنة سببها التلوث البلاستيكي. التلوث البلاستيكي هاجس بات خطرا على النظم البيئية بما يخلفه من أضرار تخل بالتوازن البيئي والتنوع البيولوجي والمناخ. وحسب تقرير صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أوضح مخاوف بشأن تضاعف التهديدات المتزايدة التي يواجهها العالم بسبب استمرار النمو الحاد للتلوث البلاستيكي في المحيطات والمسطحات المائية الأخرى، لا سيما بحلول عام 2030. وأضاف التقرير الأممي أن التلوث البلاستيكي له عواقب وخيمة على التوازن البيئي والبيولوجي وعلى الصحة والاقتصاد، وهو يشكل تهديداً ومخاوف عالمية داعياً إلى الخفض الحاد من المواد البلاستيكية غير الضرورية والإسراع في إيجاد حلول لتجنب مشاكل مناخية مزمنة. وتوقع التقرير الأممي أن تصل نسب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من البلاستيك إلى 6.5 جيجاتون تقريبا بحلول عام 2050. وأكد التقرير أيضا مخاوفه من البدائل الضارة مثل البلاستيك الحيوي أو القابل للتحلل الحيوي، والذي يشكل حاليا تهديدا مشابها للبلاستيك التقليدي داعيا إلى التخفيض الفوري من إنتاج البلاستيك واستهلاكه والتحول عبر سلسلة القيمة بأكملها، موضحا أن 85% من الكمامة البحرية هي من البلاستيك، محذرا من أنه بحلول عام 2040 ستتضاعف كمية النفايات البلاستيكية التي تتدفق في المحيطات 3 مرات تقريبا، وأن 23 إلى 37 مليون طن من النفايات ستضاف إلى المحيط كل عام، وهما يعادل 50 كيلوغراما من النفايات البلاستيكية لكل متر من الشريط الساحلي في العالم، ما يشكل خطرا متزايدا في تسمم المحيطات والمأكولات البحرية والمشروبات وحتى ملح البحر، ويتسبب أيضا بعواقب خطيرة على قطاعات السياحة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام. التقرير الأممي أشار أيضا إلى أهمية الاستثمار في أنظمة مراقبة أكثر قوة وفعالية لتحديد مصادر البلاستيك وحجمه ومصيره، داعيا إلى ضرورة وجود دراية كافية لدى المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة المتصاعدة واتخاذ إجراءات عاجلة. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. في حدث تقليدي سنوي، أغنام تحل محل السيارات في مدريد بإسبانيا. أهلا بكم. حققت 11 لوحة وأعمال أخرى للفنان العالمي بابلو بيكاسو أكثر من 100 مليون دولار في مزاد للفنون الذي أقامته دار سوثبيز للمزادات بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، حيث جاءت لوحة المرأة ذات القبعة الحمراء والبرتقالية
بأعلى سعر في المزاد التي رسمها بيكاسو عام 1938 لماري تيريز والتر، والتي بيعت مقابل ما يزيد عن 40 مليون دولار، بزيادة 10 ملايين دولار عن سقف تقديرات ما قبل البيع. وأقيم المزاد قبل يوم من الذكرى رقم 140 لميلاد الفنان الإسباني بابلو بيكاسو، الذي يعد أحد أهم الفنانين وأكثرهم تأثيرا في القرن العشرين. 18 مليون، 19 مليون، 19 مليون. Here at 19 million dollars in the room, 20 million dollars here, 20 is against you now. في مدينة فاس بالمغرب، تأثر آلاف الحرفيين من تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المعادن والخامات المستخدمة في الحرف اليدوية. هذا وبدأت أسواق فاس القديمة في الانتعاش التدريجي مع تخفيف القيود على السفر وتزايد أعداد من تلقوا لقاحات مضادة للفيروس. هكذا عاد قرع المطارق المتواصل على النحاس بوسط مدينة فاس المغربية، فيما يعد علامة تلقي الترحاب من آلاف الحرفيين على أن تجارتهم بدأت تنتعش ببطء بعد تراجع حاد بسبب جائحة فيروس كورونا، وما زال النشاط أقل مما كان عليه قبل الجائحة. ويقول حداد النحاس محمد كوبي إن ارتفاع سعر المعدن أضر بهوامش الربح، لكنه أوضح أن الأوضاع الحالية تشهد تحسناً مقارنة بالعام الماضي. دابا الحمد لله شوية من بعد الاشتغال ديال كورونا، شوية ماشي شي حاجة، إنما الحمد لله كي كنقولوا المسائل بدات تتحسن، يعني ماشي بحال اللي كانت، لأن كانت تكلات خطرة الإنسان ما بقاش يهدر، بحال دابا أنا مسبوع في الصنايعية وكلهم مزوجين. وتضم مدينة فاس 40 ألفا من الحرفيين، منهم من يعمل بالمعادن والحفر على النحاس والخشب والجلود. وكانت ندرة السياح والزوار المحليين خلال فترة انتشار الجائحة قد دفعت الكثيرين منهم للبحث عن عمل آخر، وما زال بعضهم يعاني. وفي دار شوارى للدباغة التي يرجع تاريخها للقرن الحادي عشر، يقول أحد العاملين إن أغلب العمال المهرة في المدبغة إما تحولوا لعاطلين أو انتقلوا لعمل آخر في قطاعات التشييد والبناء والزراعة. ويتحسر محمد مفكر تاجر المنتجات الجلدية على غياب الزبائن، وينفض التراب عن الحقائب في متجره، قائلا إن الصناعة التقليدية أكثر من مجرد مصدر للدخل، وإنها تمثل جزءا من تاريخهم. دازت عندنا واحد الظروف ديال هاد كوفيد صعيبة شوية. انا شخصيا عام وشهرين محليت، ما استفدت حتى شي حاجه، ما بغيت نستافد حتى شي حاجه من الدوله، لان كانت الدوله في واحد الظروف صعيبه. ولكن النهار اللي وقفنا من بعد دار ما لقينا حتى شي واحد، ما لقينا اللي عيط لنا ولا ينصت لنا ولا مالكم ولا شي تسهيلات ولا شي اعانه ولا شي ترويج للصناعه ديالنا، ما لقينا حتى شي حاجه. حنا هذه المدينه هذه كنبغيوها لجدودنا، وباغي نخليوها هذه المدينه لاولادنا. المشكل ما بقاش في السياح، المشكل التاريخ ديال المدينه خصنا ننقلوه بالإيجابيات، السلبيات ما عندنا ما ندير بهم. ورغم أن عددا محدودا فقط من السائحين الأجانب ما زالوا يجوبون الأزقة الضيقة المتعرجة في المدينة، بدأت أسواق فاس القديمة في الانتعاش التدريجي مع تخفيف القيود على السفر الداخلي وتزايد أعداد من تلقوا لقاحات مضادة للفيروس. وبعد عامين من الركود، يتوقع البنك المركزي أن تقفز عائدات السياحة الداخلية والخارجية في المغرب إلى 60 مليار درهم أو نحو 6,700,000,000 دولار في عام 2022. واستقبلت فاس زوارا هذا الصيف أكثر بنسبة 90% ممن استقبلتهم في عام 2020، وأغلبهم من المغاربة المقيمين بالخارج. وفي هذه المحطة من الأخبار الثقافية نأخذكم مشاهدينا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تحل الأغنام محل السيارات على الطرق القديمة المؤدية إلى المراعي الشتوية. وهذا الحدث التقليدي بدأ تنظيمه منذ عام 1994 حفاظا على هذه العادة المتوارثة لدى هؤلاء الرعاة. We'll be right back.
في ختام أخبار الثقافة تذكير بأبرز العناوين. جامعة السلطان قابوس تعلن تفاصيل الموسم الثقافي 2021-2022. الأمم المتحدة تحذر من استمرار النمو الحاد للتلوث البلاستيكي في حلول عام 2030. بيع أعمال لبابلو بيكاسو بأكثر من 100 مليون دولار. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة، نشكركم على المتابعة، في أمان الله.